السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا عن ريفيو عن كفرات السفرة اللي هي بتتباع اونلاين. انا اشتريتها وحابة اشارككم معاها، يعني اشاركها معاكم، اقول لكم مميزاتها عيوبها، كويسة. عايزة اعرفكم يعني الدنيا بتاعت الكفرات دي فيها ايه. بالنسبة لي انا اشتريت زي ما انتم شايفين السفره بتاعت 6 كراسي، فاشتريت كل كرسيين لون. حبيت بصراحه ان انا اغير، يعني اغير مود السفره بتاعتي اللي هي الكراسي اللي هي العاديه، كرسي الخشب من فوق. لقيت بصراحه الالوان حلوه قوي كده ومفرحه جدا وبتغير المود كده بصراحه. جبت الاصفر والكاكاو دوت والنبيتي، بصراحة عاملين ميكس حلو قوي ومغيرين خالص في شكل السفرة عندي. خلوني نسيت السفرة بتاعتي أصلا كأنها سفرة جديدة. هما القماشة بتاعتهم لكرة، في زون لكرة، سهل جدا في اللبس، ما سهل ان انت تلبسي له الكرسي، بيبقى على مقاس اي كرسي طبعا. لو هو الحجم العادي يعني. بصراحة عاجبني قوي، مريحين، مخلين السفرة أي حاجة، يعني أي بقعة بتيجي فيهم هما فبتغسليهم وكده، ما بتجيش في الكرسي، ما بتجيش في التنجيد بتاعه. كمان لو في أولاد أطفال عزومة مش عارفة ايه، عمليين جدا حلوين بصراحة. فحتى الخامة، يعني الخامة النبيتي والكافيه ديت غير الخامة الصفرة، الصفرة اتقل شوية. انا الخامة تقيلة قوي دي ما عجبتنيش، يعني ما اعرفش، يعني ما حسيتهاش كده تقيلة قوي في حتى لما تلبسيها كده تقيلة وحلوة ومش خفيفة، بس يعني النبيتي والكافيه مش خفيف قوي، مش يعني مش خفيف، يعني حلو برضو، تقيل ماسك نفسه. دي حاجة. زي ما بقول لكم كده، اي بقعة فيها بتغسليها بتبقى زي الفل. طبعا احنا بنستخدم ساعات السفرة. انا عايزة بس اوريكم ازاي تخلق، يعني بيتخلع ازاي او ازاي بيتركب. زي ما انتم شايفين كده الكرسي، الكرسي بيبقى كده، ده الشكل كده مثلا، اهو كده بنخلعه، كده خلعناه، هنلبسه له بقى ازاي من فوق كده، ما فيهوش حاجة، يعني سهلة قوي. زي ما انتوا شايفين انا حواجي اهو بيتلبس كده، طبعا بتلبسي لي الكرسي كده، بتظبطيه وبتفردي، ما فيهوش اي حاجة، سهلة قوي، عامل جدا. حتى في الغسيل يعني كنت فاكره ان هو يبهت او حاجه، كنت خايفه، ما بيبهتش ولا حاجه. وحبه يعني تحطي المسحوق كده بيبقى زي الفل. بيغطي الكرسي كله زي ما انتم شايفين، طبعا حلوين جدا، عمليين قوي. انا كنت جايبه الكفر دوت من يعني عن اونلاين على الجروب، يعني صاحبتي اللي بقول لكم عليه كانت مدياني الكرسي ب 35.